دي اليزابيث فولسي الشهيره باليزابيث الاعلى سعر، اكمنها دايما بتروح اللي يدفع اكتر، بتشتغل مدرسه في مدرسه بتدرس في مدرسه، بتقرر في يوم انها تسيب شغلها في التدريس، فبيقولوا لها في المدرسه هتسيبي شغلك وتبقى عطله خلاص، فقالت لهم مين قال انا شغاله مع مارك حبيبي اللي معاه فلوس كتير وبيصرف عليا، فقالوا لها وبتشتغلي ايه معايا ده ان شاء الله، قالت لهم بشتغل اي تي ام، وبترجع لاعلى سعر بيتها، فاول ما مارك حبيبها بيشوفها بالفستان الاصفر بيقول لها يا اصفر وانا شقيان يا لالي، وبتلاقي اليزابيث ام مارك قاعده معاه وبتقول لها انت يا بنت يا اسمك اليزابيث هولس انت احنا لازم نتكلم، فاليزابيث قالت لها شوفي لو عايزه تبدلي مكان وانا موافقه بس لازم تدفعي الدبل ده غير خلو الرجل، ولكن امه بتقول لها انت لازم تسيب ابني عشان انت ما بتحبهوش انت بتحب فلوسه، فقالت لها يعني انا بحبه عشان فلوسه وهو بيحبني عشان قلبي الكبير صح، فامه قالت لها مش كبير قوي بص لنفسك في المرايه كده وشوفي الاجيال الجديده طالعه عامله ازاي، طب بذمتك انت تعرفي ابن عيد ميلاده امتى، فقالت لها يوم 25 يناير، قالت لها 25 يناير ده عيد الثوره حضرتك، فاليزابيث قالت لها ما احنا في الثوره دي كلنا اتولدنا من جديد، طب ابني اسمه ايه بالكامل، قالت لها مارك خطيب اليزابيث احنا مسمينه كده على الفيسبوك على فكره، طب ايه اكتر اكله ابني بيحبها، فقالت لها اليزابيث هولسي، فام مارك قالت لها ده ابن سواندي يا ساتر، طبعا مارك ابني ده مش اول ضحيه ليكي اكيد عرفت قبله بتاع 20 واحد، فاليزابيث قالت لها 20 بص يا طنط الست الحقيقيه اقل عدد رجاله تعرفه يبقى 100 عشان نبقى على ميه بيضه، بيسيب مارك اليزابيث وبياخد منها كل ما تملك، فبتضطر انها ترجع المدرسه من تاني، فاول ما زمايلها بيشوفوها بيقولوا لها ايه يا عم مكنه الاي تي ام رجعت الشغل تاني ليه؟ ايه اللي حصل؟ قالت لهم الحمد لله انا لسه مكنه بس من غير اي تي ام، اصل انا بقت سحب مش ايداع. بتروح اليزابيث اول يوم دراسي ليها وبتدخل الشط قصدي الفصل وهناك بيجي زميلها راسل جيتس مدرس الالعاب ويقول لها ممكن نتغدى سوا النهارده؟ قالت له معلش فكرني كده انت شغال ايه؟ قال لها مدرس العاب. قالت له طب ومدرس العاب واقف معايا بتعمل ايه؟ يلا روح العب بعيد يلا، فقال لها يعني هي بالفلوس صح؟ قالت له يعني انا هعرفك عشان فلوسك وانت هتعرفني عشان قلبي الكبير صح؟ قال لها هو مش كبير قوي بس انا راضي، وبتدخل عليها لين زميلتها وبتقول لها بقول لك ايه ما شفتيش راجل معدي من هنا؟ فاليزابيث بتقول لها انهي راجل؟ فلين قالت لها اي راجل، بتقوم اليزابيث تتمشى شويه في الطرقه وهي باصه في الارض يمكن تلاقي نفسها، ولكن نظرها بيقع على شخص ابيض البشره وبتكتشف ان سكوت زميلها الجديد واللي لابس ساعه ثمنها بقبض اليزابيث في 34 سنه، فبتدخل عليه وتقول له يا ابيض وانا شقيان يا لالي، وبتقوم سالاه قال لها مراتك عامله ايه؟ قال لها انا مش متجوز، خطيبتك طيب؟ قال لها اخر مره خطبت فيها كنت بقول خطبه في ندوه، عشقتك؟ قال لها لا انا بعشق الشوكولاته، الاكس بتاعتك طيب؟ قال لها فرقعت، قالت له فرقعت ازاي يعني؟ فقام وريها صورتها فقامت اليزابيث قالت كل ده قلب؟ ما لازم يفرقع طبعا، قال لها لا فرقعتني سابتني يعني، اصلها كانت فاكراني عارفها بس عشان قلبها الكبير، فاليزابيث قالت له امال انت كنت عارفها ليه؟ قال لها عشان شخصيتها طبعا، قالت له طب وايه اكتر حاجه كنت بتحبها في شخصيتها؟ فقال لها قلبها الكبير. بتقرر اليزابيث انها توقع سكوت وبما ان اسرع طريق لقلب الراجل هو قلب اكبر منه، فبتقرر انها تشوف طريقه تجمع بيها 10,000 دولار عشان تعمل العمليه لتكبير القلب. بتدخل اليزابيث الفصل وبتقول لهم صباح الخير اولا وثانيا انا باجي المدرسه نايم، ثالثا ورابعا محدش يقول لي اب لا اسمي مس، خامسا وسادسا كلكم لازم تاخدوا عندي دروس خصوصيه، سابعا وثامنا في حصه زياده عشان نراجع فيها اللي ما اخدناهوش واللي مش هيجي هيدفع ثمنها برضو. فقام واحد من الطلبه سالهم طب وتاسعا وعاشرا؟ فقالت لهم لا دول للاهلي محدش يقدر يقرب لهم غيره. وبتقوم بنت في الفصل وبتقول لها احنا مش هنقدر نيجي الدرس عشان عندنا غسيل، فقالت لها بيبي حاله الغسيل الوحيده اللي ممكن اسامح فيها في ثمن الحصة هي غسيل الكلى وهبقى انا اللي بعمله كمان مش انتي. فقالت لها يا ابله ده نشاط سنوي بنغسل فيه العربيات كل سنه والسنه اللي فاتت كسبنا فيه 6000 دولار للمدرسه. فاليزابيث قالت لها هات الخرطوم وتعالي ورايا بسرعه. بتجمع اليزابيث جزء من الفلوس اللي عايزاها عشان تكبر قلبها وبتبتدي ايمي زميلتها صرمها ينقح عليها عشان هي كمان بتبقى عايزه تشقط الواد. فبتخلي اليزابيث واقفه معاه في يوم وبتدخل تقول لها بقول لك ايه هو انت من اثيوبيا؟ قالت لها اشمعنى؟ فايمي قالت لها اصلا انا سمعت ان اللحم هناك سعرها رخيص. وبيروح سكوت يتكلم مع اليزابيث ويقول لها اليزابيث ممكن اضيع من عمرك دقيقه عشان عايزك في موضوع؟ فقالت له ما تجيب سيجاره يا اخويا وتبقى ضيعت من عمري كله 5 دقايق. قال لها اليزابيث انا بحب في قصه حب. فقالت له خدت بالي. قال لها والبنت اللي بحبها تبقى انضف واشرف واحده في المدرسه دي. فقالت له خدت بالي. قال لها اليزابيث انا عندي حلم ان ادخل في علاقه سويه وانت اكتر حد ممكن يحقق لي الحلم ده. فقالت له اه طبعا ما احنا فعلا هنسوي العلاقه على نار هاديه. فقال لها لا ده انت هوبلس خالص. قالت له نسكن في هليوبلس يا اخويا وماله. قال لها اليزابيث انا بحب ايمي صاحبتك وعايزك تكلمها لي. فقالت له ايمي قصدك على ايمي سبراي؟ فقال لها سبراي ده عشان ريحتها حلوه وبترش سبراي وكده. قالت له لا دي عشان بترش فليت على شعرها عشان الحشرات. وبتتضايق وبيشوفها راسل زميلها وبيلاقيها لابسه الفستان الاحمر تحت الاسود فبيقول لها يا احمر وانا شقيان يا لالي، طب ما انا هو ايه العيب فيا؟ فبصيت له قالت له معاك كام في البنك؟ قال لها بسم الله ما شاء الله انت عندك حساب في البنك اصلا؟ قالت له معلش كده فكرني انت شغال ايه؟ قال لها مدرس العاب ان شاء الله. فقالت له طب بطل تلعب في
في عداد عمرك ويمشي بقى من قدامي. بتروح اليزابيث في يوم المدرسه وهي عماله تدعي يا رب اديني على قد نيتي، فبتقول لها لين صاحبتها ما بلاش الدعوه دي. فاليزابيث قالت لها ممكن اسالك سؤال؟ ده منظر واحده دعوتها مستجابه. فلين قالت لها طب بقول لك ايه، ما شفتيش راجل معدي من هنا؟ فاليزابيث سالتها انهي راجل؟ فلين قالت لها اي راجل، وبيدخل سكوت وبيقول لاليزابيث ايه ده الماتشنج في الالوان بينا رهيب النهارده. فاليزابيث قالت له لا مفيش تاتشنج الا بعد الجواز، وبقبل عرفي ما عنديش مشكله. فقال لها تاتشنج ايه؟ بقول لك ماتشنج تطابق يعني. قالت له هو الماتشنج ده في الهدوم بس، ما ينفعش في حسابات البنوك. وقام عازمها على حفله هيغني فيها هو وفرقته، وبيطلع على الستيج وبيقول انا هغني الاغنيه دي لحد انا بحبه جدا الا وهو الزميله العزيزه ام سبري. فبتتبسط سبري انها كسبت التحدي، وبتقوم رشه للحبايب. بتعرف اليزابيث من لين ان المدرسه بتطلع مكافاه $5,700 للمدرس اللي طلاب فصله بيجيبوا درجات عاليه، فبتقرر اليزابيث انها تكسب الجائزه دي. وبتقول لين معقوله اخرتها اروح المدرسه اعمل حاجه زي دي؟ فلين سالتها تعملي ايه؟ فاليزابيث قالت لها هشتغل مدرسه. فلين قالت لها بقول لك ايه، ما شفتيش راجل؟ فاليزابيث قالت لها راجل مين؟ فلين قالت لها اي راجل. بتدخل اليزابيث الفصل وبتسال طالب من الطلاب مين اخر واحد داس برجليه على القمر. فقال لها حسن ابن خالتي، اتخانق معايا من كام يوم فداس على وش. طب مين العناصر الاكثر تفاعلا عن باقي العناصر في الجدول الدوري؟ فواحد قال لها تيك توك، التفاعل بتاعه اعلى من الفيسبوك 100 مره. طب اذكر اسم واحد من اهم زعماء مصر في العصر الحديث. فقالوا لها بسم الله الرحمن الرحيم، الاجابه عادل شكل. فبتعرف اليزابيث ان مفيش امل، وبكده ما قدامهاش غير شغلها الاساسي اللي بتحبه، التدريس لكبار السن. بتتنكر اليزابيث في شكل انسانه محترمه عشان محدش يعرفها، وبتروح تقابل كارل الشخص المسؤول عن وضع امتحانات الطلاب كانها صحفيه بتعمل معاه لقاء، وبتقول له هسالك سؤال وجاوبني بصراحه، مين اخر حد دخل المكان اللي فيه الامتحان؟ قال لها انا. قالت له لوحدك؟ قال لها اه والله لوحدي. والامتحان فين طيب طمني؟ قال لها في المكتب. فقالت له لوحده؟ قال لها اه والله لوحده. فقالت له ايه رايك في واحده عايشه حياتها حزينه بائسه يائسه؟ فقال لها لوحدها؟ قالت له اه والله لوحدها، بس هي شكلها كده قابلت حد شكله ابن ناس وهيصونها وهياخدها ويقعدوا في المكتب يغيروا جو. فقال لها لوحدهم؟ قالت له اه والله لوحدهم. فقام قايل لها طب ما تيجي المكتب بتاعي تشوف الامتحان وتطمني عليه براحتك. فقالت له لوحدنا؟ قال لها اه والله لوحدنا. فقالت له لوحدنا لوحدنا، محدش له حاجه عندنا. وقامت زارته في مكتبه ومخدره واخده ورق الامتحان. فقال لها بيبي هتسيبيني كده مغمى عليا لوحدي؟ فقالت له ما انت طول عمرك لوحدك ايه الجديد. فقام باصص للسقف وقايل اه والله لوحدي، وبتسيبه وتمشي بعد ما قلبته في الامتحان. ولكن مره واحده بيفتكر انه راجل، فبيفوق وبيقوم من مكانه وبيجري عليها ويلحقها قبل ما تمشي، وبيقوم فاتح لها الباب. الذوقيات دي اهم حاجه، اسمها وزاره التربيه قبل التعليم. بينبهر سكوت باليزابيث بعد ما قدرت انها تاخد جائزه المدرسه المثاليه، واول ما بيشوفها ويبص في عينها الزرقاء بيقول لها يا ازرق وانا شقيان يا حلالي. فبيجي راسل يقول له اسمها يا لالي مش يا حلالي. فاليزابيث بتقول له فكرني كده انت شغال ايه؟ قال لها مدرس العاب ان شاء الله. فقالت له طب كفايه لعبه مع الكبار، وروح شوف لك عيل من سنك يا حبيبي العب معاه. وبتعدي لين وبتسالهم معلش انا اسفه، ما حدش هنا شاف راجل؟ فسكوت قال لها راجل مين معلش؟ فلين قالت له اي راجل. بتقدر اليزابيث اخيرا انها تجمع ال $10,000 بتوع تكبير القلب وبتدفعهم في العياده، وبتقدر اخيرا انها تنول اعجاب سكوت وبيحصل بينهم علاقه. فبتتضايق ايمي وبتحاول فتح اليزابيث لما بتعرف من كارل انها سرقت الامتحان، ولكن كارل بيعرف بعد كده ان اليزابيث استغلت انه جواه طفل صغير وصورته كما ولدته امه. فبيدخل التحقيق وبيقول لهم اقبضوا عليها، الست دي حراميه كبيره. فايمي بتقول له ايوه قول لهم بقى سرقت ايه. فقام باصص لاليزابيث وقايل لها حراميه كبيره انت، وديت قلبي فين يا لص؟ الهانم سرقت قلبي. وبتفلت اليزابيث من اللي حصل وبتلبس لايمي تهمه تعاطي المخدرات، فبتترفد من المدرسه. بتقدر اليزابيث انها تحقق كل اللي تمنته، ولكنها بتبص لروحها في المرايه فجاه، فبتلاقي نفسها كبرت فجاه على اللي بتعمله. فبتقرر انها تتغير خلاص وتكون انسان جديد، وتبعد عن سكوت اللي بيروح له ويقول لها بما ان ايمي مشيت من المدرسه ما تيجي نبدا احنا بقى على بياض من اول وجديد. فقالت له سكوت فكرني كده انت مدرس ايه؟ قال لها مدرس العربي ان شاء الله. فقالت له طب روحي اعرب بقى على جنب عشان مش فاضيه لك. وبتروح لراسل وتقول له فكرني كده انت شغال مدرس ايه؟ فقال لها العاب. فقالت له طب ما تلعب العاب وارحمني من العذاب. فقال لها بعدين ان شاء الله بعد ما لفتي مع طوب الارض. فقالت له يا راسل يا حبيبي لازم كنت الف واخد خبره واعرف ان مفيش حد زيك. معروفه يا حبيبي الست الحقيقيه، اقل عدد رجاله تعرفه يبقى 100. فقام راسل باصص للقميص الابيض اللي لابساه وقايل لها يا ابيض وانا شقيان يا لالي. ما تنسوش تعملوا فولو عشان تتابعوا الفيديوهات الجديده والقديمه، وتعملوا فولو لاحمد رضا عشان هو اللي منتج الفيديو ده. سلام.